السلام عليكم. الأغلب فيكم كيعرف طائسو بالفلوقة، السفرات، المغامرات والتحديات، لكن اليوم ما غاديش ندويو عليه، وإنما غادي ندويو على الجد ديالو. سادة سادتي، شخصية اليوم هي رحال سلامي. كبر رحال يتيم الأب، يعني وسط أسرة شبه متوسطة، ما عندهاش وما خصهاش. فالحاجة اللي خلته أنه يخرج للسوق في واحد السن اللي صغير ويعتمد على راسه، وفي نفس الوقت أنه يبين الذكاء والدهاء ديالو في المقاولة والأعمال. فكان رحال من الصغر ديالو كيعرف يستغل الفرص اللي كيجيو ما بين يديه، وبالخصوص المناسبات الموسمية. فكان أول واحد يبقي يدي الدبن من البوادي إلى المدن الكبرى، يعني من كيبقى العيد الضحية تقريبا ديك 10 أيام 15 يوم، تيدي الدبن ويقي يبيعو الناس اللي شراو الأضحية ديالهم. ومن بعد ما أنه كدوز الضحية كيبقى يدور على الديور وكيجمع عندهم القرون البطاين. فالقرون كيمشي كيكذبهم الشاطي وكيعاود فيهم البيع، والبطاين كيمشي كيكذبهم الطعار وكيبيعهم في عاشوراء. في الخمسينيات قرر رحال انه ينتقل من مدينه مراكش للطربيطه باش يخدم في الفران بلدي، واللي حقيقه كان فتاخته بزاف هذا الوقت. المهم كان الدور ديالو هو انه بقى يفرق الحلوى للحوان، بقى في هذه الخدمه لمده 10 سنوات. 10 سنين يعني راه ساهله باش نقولوها، لكن في الواقع راه واحد المده اللي طويله بزاف. فمن خلال هذه المده اللي دوز قدر رحال انه يفهم السوق، عرف جميع الحوان، جميع القهاوي، الناس شنو كيبغي وشنو ما كيبغيوش. وهنا غيلاحظ واحد الملحوظه، واللي هي ان القهاوي اللي هيكلاسي داك الوقت يروح طيطيرو يحطوا لك البيصاره والحيرو. وقال علاش لا ما نجيبش حاجه اللي عصريه يعني مودرن ونقدمها للناس. المهم السيد اللي كيفكر فكر فكر وقال غنجيب لهم ساندويتش بالفريت، وكان هو اول واحد غيدخل الساندويتش بالفريت للمغرب. ف هز داك راس المال ديالو اللي كان جمع في ديك 10 سنين، حل واحد المحل ديالو، بدا يخدم. الناس مزيان بداو كيتعودوا على داك المنتوج الجديد، بدا كيلقى اقبال. السيد ما غاديش يكتفيها بالمحل ديالو، ولا كيمشي للماتشات ديال الكره. فكلما سمع انه غادي تلعب الرجاء ولا الوداد ولا شي ماتش حار، كتلقاه هو السباق للتيران باش يبيع السندويتشات ديالو. المهم بقى في هاد الخدمه لواحد المده ديال 19 عام، يعني كما كنقولوا لاحظ دروسه في هاد الدومين، ولا معروف عند كل صغير وكبير وفي جميع التيرانات. المهم السيد جمع تاني واحد راس المال، قال راه ندير شي حاجه اخرى اللي غتدخل لي ربح اكثر. كيفكر قال غادي ندير ممول الحفلات والاعراس. حل واحد المحل متوسط في المدينه القديمه، يعني بحكم انه كان ساكن فيها، فتوكل على الله هو المراه ديالو لالا حليمه مرجانه. فالافونتاج اللي كان عنده هو ان الزوجه ديالو كانت طباخه ماهره، يعني كتحاول تبتكر وتخترع اكلات جديده وكتحط اللمسه ديالها بطبيعه الحال. فالعرس اللي مشى ليه كيخلي البصمه ديالو، كيخلي الناس سيمانه وهما كيدويو عليه. فبداو صغار بطبيعه الحال، يعني بداو غير العراسات العاديين، بداو كيمشيو شويه بشويه المتوسطه، شويه بشويه بدا كيتعرف، وصلوا للطبقات الكبرى والغنيه. فالهضره بدات كدور بين دوك الاغنياء حتى وصلت للملك الراحل الحسن الثاني. وبطبيعه الحال الملك ما كانش كيزقل بحال هاد الفرص، عيط ليه استقبلو، شاف الماكله ديالو وعجباتو واختارو يكون الممول ديال القصر الملكي في داك الوقت. وهاد القضيه هي اللي خلاتو انه يدير قفزه نوعيه في المسار المهني ديالو. المهم السيد دخل العاقه مزيانه، معوره خدامه مخيره، ارا نزيد ارباح اخرى. وكما كيقول المثل لا تضع البيضه في سله واحده. مزيانه، انا يعني كنخدم الحفلات، كنخدم الاعراس، كنخدم القصر، ارا نلقى واحد الحاجه اخرى. مشى سيدي عند بعض المؤسسات بحال مثلا سبيطارات، مدارس، كليات، ادارات، ويتعاقد معاهم. قال لهم انا نبقى نوجد لكم الماكله ديال النهار ديالكم كامله بواحد الثمن اللي هو قدا وقدا، وما تعرفوا نتوما هي في الوقت توصلكم الماكله. فتعاقد مع بزاف ديال المؤسسات ولا خدام. تصور كان تيدير اكثر من 40,000 اكله في اليوم، وهذا الشيء بطبيعه الحال الا كنسمعوا 40,000 اكله يعني غادي يكون ازيد من 4,000 خدام. وعلى حسب اقوال ديال الناس اللي كانوا خدامين معاه، قال لك بان المعاملات اللي كانوا كيتلقاوها منه بحال الاب مع الابن ديالو، لا اكثر ولا اقل.
وماشي بحال انه واحد خينا كيامرك ولا كيفرض عليك شي حاجه وبزز منك ديرها. ديتها صافي دابا مصرعين وانا خدام هنا خديت لابرونتيساج ديالي هنا شي لوكو وني فامي هنا. انا كانت الوالده ديالي الله يرحمها هي اللي خدامه معاهم كانت هي المعلمه ديالهم. كنت انا كنجي معها صغيره وهي هذيك بقيت معاهم انا من بعد ما ماتت هي بقيت انا. انا دابا تقريبا 30 عام تقريبا ولا اكثر انا باش معاهم. وبقيت معاهم انا بحال اختهم وبقينا مجموعين على هذه الميله. فمن خلال ذاك المعامل اللي كان ما بين رحال والموظفين ديالو خلى جميع الموظفين انهم يقتنعوا بانهم كاملين عائله واحده. يعني حتى في المناسبات وفي الاعياد ولا مثلا في العطل الرسميه بعض الخطرات كيسمحوا فيها وكيكملوا الخدمه اللي عندهم. واخا زعما ان رحال وصل هذا النيفو اللي كبير بزاف فما نساش الاصل ديالو وبقى ساكن في المدينه القديمه في نفس الحي كيتعاشر مع جميع الناس كما بغاو يكونوا اضافه الى انه باقي محتفظ على انه كينظم الحفلات الصغار يعني ديال الفقراء. وكيقولوا بانه واحد النهار كان مريح يعني رحال في الدار ديالو وكيسمع الدراري ديال الحومه كيديروا عاون فرقه يعني كيجمعوا الفلوس باش يطبروا على واحد الكره باش يلعبوا. فناض هو يدير لهم مدرسه رحال لكره القدم في المدينه القديمه واللي باقيه لحد الان كاينه. وهذا الشيء اضافه الى سباقات الجري اللي باقي كاين حتى لحد الان يعني ديال كازا ديال مراكش ديال اكادير واللي كتعتبروا افضل واحسن سباقات اللي كيدوزوا في المغرب. كل نفس ذائقة الموت. غادي يتوفى رحال السلامي وسميتو ما غاديش تبقى متعلقة في شركة وحدة وإنما هما شركات هالي ديال التوزيع هالي ديال التنظيم هالي ديال إنتاج الحلويات هالي ديال المأكولات هالي ديال الثياب. المهم تبارك الله بزاف ديال الشركات. فهنا غادي يجي الدور ديال الزوجة ديالو الصالحة يعني لالا مرجانة حليمة. فغادي تجمع جميع الأولاد ديالهم وغادي تقول لهم بأن هاد الجهود اللي دار الوالد ديالهم ما خصوش يمشي هباء منثورا وانما خصنا نحافظوا عليه ونزيدوا نتقاتلوا باش نوصلوا سميتنا للعالميه. ومن حسن الحظ ديالهم هو ان يعني جميع الاولاد ديالهم قراوا تقريبا نفس الدومين. ها اللي قرا السياحه ها اللي قرا الاقتصاد ها اللي قرا التدبير. المهم مزيانه كل واحد غادي يشد بوست. فداك الشيء اللي كان ترأس خوهم الكبير يعني كريم السلامي يعني هو الاداره العامه وكل واحد شد منصب. وتبارك الله راه كنشوفوا دابا لحد الان رحال يعني تتكلم عن نفسها ولا نتكلم عنها. تبارك الله يعني راه لقي واحد النجاح كبير سواء في المغرب سواء خارج المغرب ودالي عندنا لكم الجوائز اللي لقاو اضافه الى انهم اسسوا واحد الفيدراليه مغربيه ديال تمويل الحفلات اضافه الى انهم تراسوا مثلا كوفان 2 يعني اللي كانت في مراكش